العراقية حقيقة مكتوفة الأيدي تقف أمام ما يحدث لا سمح الله إذا تم استخدام الأجواء العراقية، لأن أكيد نعرف ماذا تفعل الاف 16، ماذا تفعل مقابل التطور ل 35 أو حتى نزلت الاس 400 دفاعات الجوية كما تعلم حضرتك الروسية ووصلت إلى إيران، وإحنا بالتالي لا دفاعات جوية لا رادارات، كلها أنظمة قديمة استهلكت منذ عقود. لذلك المشكلة قائمة حقيقة بالنسبة للعراق، في حالة أنه تم اختراق الأجواء العراقية فستدخل الطائرات بأريحية تامة، وهذا ما نشكل عليه حقيقة. يجب أن يكون هناك تصرف مسبق قبل سنوات، لكن مقابل هذا لا ننسى أن مقابل أنه الحكومة العراقية طالبت الجانب الأمريكي مرارا وتكرارا على الحصول على رادارات، على الحصول على دفاعات جوية، لكن أمريكا ترفض رفضا قاطعا. والفترة الأخيرة القريبة التي سبقت تم بموافقة أمريكية تم وصول طائرات من قبل كوريا الجنوبية حسب ما تم تصريحه من قبل وزارة الدفاع العراقية. يبدو أنها ليست طائرات بل ربما منظومة رادارات على يعني ما تم تناقله من خلال الأخبار أستاذ حسب ما سمعت أستاذ عدي، أنه الطائرات 24 طائرة حسب ما سمعت.